صبحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة في برنامج وياكم صالح ودانا، ونصبح عليكم ونقول لكم نتمنى لكم مشاهدة جميلة ولطيفة، ولحقوا على المسابقات والاتصالات اللي بنسويها إن شاء الله بعد ما نستقبل الضيفة، فالأرقام كلها راح تنعرض على الشاشة. دائما هذا السؤال تسألوني إياه، حاولوا أن تدقون إذا أكثر من مرة ما لقط معاكم الخط، إن شاء الله يلقط معاكم وتكونون من الفائزين ويانا بحلقة وياكم. مرحبا، يا هلا والله، أهلا وسهلا في كل مشاهدينا الحلوين اللي قاعدين يتابعونا من خلال قناة الATV. يا دانا اليوم 12 رمضان، الأيام قاعدة تمر سريع يا صالح، سريعة جدا جدا. شنو فطورك اليوم؟ اليوم فطورنا صراحة كان شوربة لسان عصفور ودي اي. شو هو لسان عصفور؟ هو معكرونية. هو صدق لسان عصفور؟ لا، هو النكنيم ماله مثل نكنيم سولو، هو نكنيم لسان عصفور. لسان عصفور، اوكي. وصينية دي اي بالفرن. بالعافية بالعافية. اكيد. وانت شنو فطوركم؟ مكبوس دي اي بالشعرية. انزين، شلون؟ ما ادري. شنو بعد؟ سمبوسة، كباب عروق. حلو. وفي شيء كليته بعد انا نسيت، ما ادري شنو. الصدق صورته بسناب؟ لا اليوم ما صورت. اوكي. لا بس في شيء مميز انا كليته. ايه، مقليات. يعني تشيك ناجتس وبرجر ونقانق وكذي. بالعافيه عليكم. الله يعافيك ويخليك، وبيت مكه يوديك، ومن ماي زمزم يسقيك. اجمعين يا رب. ويهدي كل المشاهدين ان شاء الله. اجمعين يا رب. عندنا ترند. حلو. عندنا ضيفه، ضيفتنا اليوم من سلطنه عمان. يا بختنا. اي والله اليوم يا بختنا. اليوم بنسمع الكلام العماني. وهم بنسالها كم سؤال عن اللهجه الكويتيه بعد. اي ممكن نسوي معاها لعبه. اي صح صح كلامك. نروح على الليفنج روم. يلا نبتدي نسولف عن ترند اليوم. يلا يلا. اهلا اهلا في وياكم مع دانا وصالح. وترند اليوم يا دانا، ترند اليوم موضوع شائك ولا الكثير من الآراء. حبيت الشائك. ها شوفوا، يقولون ان المسلسلات الخليجية، ودائما يتهمون الفنانات الخليجيات انهم اوفر بالشعر بالمكياج بظهورهم على الشاشة. انت تشوفين انهم اوفر؟ لا انا شخصيا ما اشوف انهم اوفر. صالح، وانا الصراحه يضايقني الاتهام بس على الدراما الخليجيه. يعني انا قبل سنه ونص شايفه دراما، يعني مسلسل من الدراما المصريه، كان في مشهد معين بالمستشفى والفنانه بفول ميك اب. يعني فمو كل شيء يقطون اللوم عليه بالدراما الخليجيه. وبعدين لاحظ الحين وايد تغيرت، لما يعني عندهم مسلسلات لها علاقه بحقبه زمنيه معينه صايرين يمثلون ويجيدون الدور بالضبط، خصوصا من ستايل اللبس، من الحواجب، من الميك اب، من الشعر. فانا احس بالعكس هالفتره هذه، يعني خلال 4 سنين تقريبا، اشوف اللبس وايد مناسب، الشكل وايد مناسب. ممكن الشيء الوحيد اللي انا احس فيه يعني مو واضح عدل على الكاميرا او مو حلو وايد على الكاميرا، اللي هو بارت انه لما يخلون بنت صغيره بعمر كبير الماكيره، احس مو مضبوط الموضوع. وساعات العكس تكون كبيرة يصغرونها ويخلونها في مرحلة الجامعة ومو لايق. يعني في هذه بس هالشغلتين هذول اللي يبي لهم ممكن تعديل. يمكن هذا له علاقة بالميك اب ارتست، ترى مو بالممثلة نفسها. اي، او بالمخرج اللي ممكن انه هو يحدد الشيء المناسب حق الممثلة نفسها. زين، انا بعرف منو الممثلة اللي في الدراما المصرية اللي كانت عندها مشهد او شيء كذي. لانك تحب السكوبات ما راح اعطيك صالح. لا ما في زعل، هذا عادي. بس هي انت متذكرة يعني؟ لا، لان انا احبها وتتابعني واتابعها، فما احب. غادة عبد الرازق؟ ما راح اجاوب. ما ليش عندك استاذ غادة عبد الرازق؟ مع اني انا وايد احب غادة عبد الرازق وتعجبني. لا مو غادة عبد الرازق، بس ما راح اجاوب. هي صغيره ولا كبيره؟ صالح. انا اتفق معك في ان اول، يعني اذا بقول من 7-8 سنين كانوا فعلا، كانت في مبالغه من ناحيه الدراريه واللبس والميك اب. بس اليوم لا. مثلا على سبيل المثال، انا بما اني اتابع مسلسل نبض مؤقت، من اللي لفتوا نظري ممثلتين، ارد اعيد سوري، 3 ممثلات، شوق الهادي، وعندك هيا عبد السلام، وعندك هنادي الكندري. الميك اب
اللطيف الخفيف النظيف اللي على الكاميرا يبين يعني بشره طبيعيه. اصلا هي عبد السلام ما اتوقع كانت حاطه ميك اب بالمسلسل تماما، وهي تمثل دور دكتوره بس الشكل وايد بيرفكت، يعني هذا الصح، هذا الشكل الحلو المناسب. حتى الاكسسوارات انا لانه وايد دقيقه على الكاميرا فاشوف ما في اشياء اكسترا بحكم انها دكتوره، فانا احب هذا النوع من التركيز بالمسلسلات. صحيح، فمعناته الاتهام هذا باطل، كان باطل من جداً. سنوات فعلا. أيه؟ يعني مثلا احنا عندنا ام سوزان حياه الفهتره. أيه؟ تطلع من غير مكياج بالمره مثلا، صح؟ حتى هدى حسين في مسلسل الناجيه الوحيده ما في، وحتى في مسلسل غصون ايضا ما كان في ميك اب ولا شعرها كانت مسويته، فهذا لوك كان 100% طبيعي. صح، فهذا اتهام قديم، يعني مثل ما قلنا ان من اول كان في استعراض، وكان في مثلا تشوفون مشهد وهي نايمه وهي قاعده من النوم يكون في ميك اب، الحين لا، قاعد يبين حتى الاشياء اللي موجوده في الوي. حتى زهره عرفات هالمره عندها مسلسل اسمه يجيب الله مطر، طالعه من غير يعني مكياج كلش، حتى يعني لقيت يعني مثل باراجراف كاتبته الناقده وجهها تحيه الاستاذه ليلى احمد. أيوة، فكاتبه حتى حواجبها طبيعيين. اي يعني إيه؟ حتى بارتر الحاجب يتهم فتره ممكن الفينيرز كان وايد يبين على الكاميرا، والمسلسل مثلا تراثي فشكليا على الكاميرا ما يكون ضابط بهذه الحقبه الزمنيه اللي كانت تتصور. صح، يعني ففي امور حتى مثلا خطوط التجاعيد، يعني انا وايد احب ام سوزان الله يعطيها الصحه والعافيه، لما التعابير مالت الوجه تبين صح بالمسلسل. انا هذا شيء وايد يلفت نظري ويعجبني. نعم، تحياتنا لكل القائمين على هذه الأعمال الدرامية. قاعد تشوفين مارغريت؟ أنا لا، قايلة هذا بتابع بعد رمضان. بس أنا بتكلم بصراحة، ما يعني هالسنة نرجع مرة ثانية للموضوع اللي قلناه من كم يوم، أنا للحين ماني شايف عمل كذي يعني الكل في إجماع أنهم يتكلمون عنه. نبض مؤقت قاعد أسمع عنه كلام وايد مدح. مسلسل الناجية الوحيدة ما أدري، أنا عاجبني، يعني عاجبتني القصة. أنا ما شفته للحين، نبض مؤقت لأنه يصدف هذه من الساعة 8 لـ 9، أنا عندي وقت فراغ أني أشوف في المسلسل. إلى الآن ما شفت قصة حقيقية، ولكن تسلسل الأحداث يمثل الحياة الواقعية الطبيعية الكويتية في الكويت، يعني زوج متزوج من زوجة ما تنجب أطفال، يعيش ممكن حياة ثانية. هذا وين؟ في نبض مؤقت. مثلا البنت اللي كانت تشتغل بعدين راح تنشهر، يعني في امور وايد حلوه، مثلا الدكتوره اللي هي دورها شوق الهادي. ففي تسلسل احداث وايد حلو وتمثل حياه المجتمعات. صحيح، وحياه الناس، فحبيت. يعني انا مارغريت كاسم مسلسل خليجي وتجسده يعني فنانه كبيره نفس حياه الفهد، توقعت ان الكلام عليه اكثر، توقعت انه هو يحظى بنسبه مشاهده أقوى. هذه وجهة نظري الشخصية. أمينة حاف الناس أحسهم حابينه لأن في كوميديا شوي، والكاتب علي الدوحان يعني هو شاطر في عمل الأحداث ما بين الشخصيات اللي الناس يحبون أو يحبون أنهم يشوفون كذي. عموما إحنا نقدر هذا الجهد كله والدراما الكويتية، يعني قاعد نحاول بشتى الطرق، هم إحنا لازم نقدر ظروف كورونا يعني التصوير وغيره. الناموس كنت طالع الحين صار لي كم يوم ما قاعد أشوفه بسبب ضيق الوقت، ولكن أكيد كلنا راح نرجع نتابع هذه الأعمال مرة ثانية من بعد العيد، أتوقع إن شاء وقت الله مناسب. يعني نستقبل ضيفتنا. يلا. النجمة العمانية غادة الزجالي من بعد البريك. سلمى وسلامة كانت البداية. ضيفة حلقتنا هي فنانة أثبتت نفسها وموهبتها في مجال التمثيل، تميزت بأدوارها اللي قدمتها رغم أنها قليلة المشاركة، مجتهدة وصبورة، طلتها المميزة البسيطة وروحها الحلوة، تعطي انطباع أنها شخص مو غريب عنك، وهذا شيء أنا شخصيا شفته وأنك تعرفها من زمان. ضيفتنا الليلة هي الفنانة العمانية غادة الزجالي. حياك الله غادة. الله يحييك دانا حبيبتي، طبعا جدا سعيدة باللقاء هذا. صالح الراشد صديق وزميل سنين ما شاء الله، وطبعا تشريف لي أنكم معاك. هي ثاني لقاء بيننا صح؟
تقريبا من سنوات. اي سنوات طويله ما شاء الله. بعيده. اي طبعا دانا اضافه جدا جميله بالموسم الرمضاني. نعم. كمتابعين احنا طبعا محبي دانا. حبيبتي شكرا. شكرا يا غاده، انت ببيتك ومكانك وعند ربعك واصحابك. الحمد لله. غريبه. الحمد لله حبيبتي. وهذه باقه ورد جميله من البرنامج ومن فلور. يلا تلقفينها؟ لا لا لا. بسويها صدر الله. الله يحفظك. شيء بسيط جدا. شكرا. من اداره البرنامج وثانك يو سو ماتش للدوره على هالسويت اللذيذ والجميل اللي دائما ما يزينون في الاستديو عندنا ببرنامج وياكم العافية. ومع الجميله غاده. غاده غاده هلا. احنا مستانسين انك انت موجوده. وانا ايضا. ايه شي هالضيفات. الله يحفظك ويحفظك ربي. ندخل الحين في في الاسئله وفي الحوارات وكذا. ايوه. غاده انت عمانيه من سلطنه عمان. تحياتنا الى السلطنه، هذا الشعب المحترم المؤدب اللي قاعد ينتج هذه العينات الرائعه نفس عزيزتنا غاده. شكرا. غاده تحكي كويتي عدل. صدق؟ ايه ليش؟ عبالك بدليات. لا لا من عبالك بدليات هي صح 100%. يعني بين جمله وجمله تطلع شوي ها بدليه شوي، بس الحمد لله مشي حالي. انت من اي منطقه تحديدا بعمان؟ بمسقط العاصمه. ايه اوكي. فاللهجه عندكم سهله؟ بالنسبه لي انا كانت صعبه صراحه. اوكي. يعني اتقن اللهجه الكويتيه كانت شوي صعبه نوعا ما، بس يعني الحمد لله ان اللي حولي ساعدوني. نعم. يعني اليومك هذا ممكن يعني بحوار يمكن تطلع كلمه شيء بالغلط، بس لا اللي حولي وايد يساعدوني بالموضوع هذا. إيه. الا غاده الجمله هذه كذي تنقال مو كذي، فاستانس بالفعل في مساعده قاعد القاها من اللي حولي. نعم. شنو تحسين اللهجه الخليجيه اللي تشوفينها اسهل بالتمثيل؟ بشكل عام يعني؟ بشكل عام. كويتي. كويتي. ايه. يعني برغم صدق كانت وايد صعبه، بس احس مع الممارسه صارت شوي سهله يعني، يعني لسان خاص قام تلقط. ايه انزين. الحين بسالك وابي تجاوبيني بالعماني. اوكي. ايه قولي لي عن لوكك اليوم، يعني منو اللي تنتمي؟ انزين شوف يا صالح يا الغالي، لوك اليوم من المبدعه المصممه طبعا الكويتيه ابرار الكندري. طبعا احب شغلها واجد وما شاء الله عليها، دوم اتعامل معاها في المناسبات في الاعراس. واجد واجد. اي واجد. اي واجد. زين. وطبعا ابرار اوجه لك الف تحيه ومبارك على الشهر. انزين. وشعري طبعا ومكياجي من فاطمه ابراهيم. ايوه اخاف انسى اسمها. انزين. ومن بعد يا ربي اي بس هذا هو. هذا هو. يبي لنا سؤال ثاني بعد. حلوه. ترى انا اتفقت معاها من راح اصنف بالعماني. اي صار في اختيارات اختيارات بالعماني. يلا واحنا راح نفهم ترى. خلاص طيب خلينا نسالها السؤال وتجاوب بالعماني. حلو يلا. حلو. انتقدتي السوشيال ميديا وقلتي ان بعض الكابلز بالسوشيال ميديا يكونون قدوه سيئه للشباب الصغار، لكن الحين قمتي تسوين سنابات فيها ضحك وغشمره مع زملائك بالكواليس. اعطينا الجواب العماني. بعطيك الجواب العماني. يلا. شوفي حبيبتي، اول شيء الغشمره والهذا بكل بالكواليس هذا بزملاء عمل. صح. لا يعني لا ازواج ولا شيء، بس بالفعل اللي شفناه احنا بالفتره الاخيره ولا زال الظاهره اللي هي طبعا الازواج اللي يعني يبينوا اشياء الخاصه مو اللي مو المفروض تتم بالبيت تطلع بالسوشيال ميديا، نفس مواضيع الطلاق، مواضيع والله انا شريت الشيء الفلاني ما ادري شنو، يعني ناسين مبدا ابن في عالم قاعد في عالم جالس تتابعنا صغار بالسن. صح. فانا المفروض الشيء هذا يكون خاص بيني بين اسرتي، ما تطلع برا في السوشيال ميديا. فدائما احس ان في اشياء ما تطلع المفروض برا، والازواج قاعد يطلعوهم برا عشان مبدا ان الشهر زياده ومتابعات زياده، وهالشيء واجد غلط. واجد غلط. واجد غلط. وانا معاك اقول واجد غلط. ولا زلت على فكره زلت على راي بان هذا الشيء يعني غلط، المفروض ما يطلع برا. انا اشوف فعلا يعني اتفق مع غادة في ان الثنائيات انا اشوف انها هي حلوه، هي حلوه كنقل رساله كمثلا. إيه؟ توضيح للحياه الروتينيه العاديه. إيه؟ نطلع مطعم نتعشى نتغدى شيء طبيعي. إيه؟ النور طبيعي، بس المفروض اللي يتم بالبيت يتم بالبيت. اي بس مو يصير انفصال ويعني ويظهر للملا. صالح مو بس انفصال، تطلع فضايح برا. صح. والله زوجتي سوت شيء فلاني، زوجي شيء فلاني، عيب. مهما احنا مجتمع يعني مجتمع خليجي ما تعودنا على هالشيء من قبل، الحين صار يطلع. صح. بالنسبة لي أنا يعني بين قوسين عيب. صح. عموما أنت قاعدة تتكلمين الحين على أساس إنه عماني، بس أنا أشوف إنه ما يفرق وايد. أنا أشوفه يفرق بعض الكلمات. لا في كلمات عمانية. إيه بسيط. تحياتنا لك وما في فرق. الحين عاد تحكي كيفك باللهجة اللي يطلع معاك، لأنه ماكو فرق. أصحاب المهنة الوحدة غادة تشوفين إنه من الطبيعي إنهم يغارون من بعض؟ إيه نعم.
انت غارون في غيره اكون صريحه معك سبق وصرحت مو بس غيره وصل الموضوع لدرجه انه في مضره في الموضوع حتى يعني ضررت كثير بسبب الغيره أمانة. قطع الرزق قطع الرزق ترشيح صار وراح الموضوع يعني راح المسلسل من نصيب غادة إيه بس في النهاية دوم إحنا نقول قسمه نصيب. شنو أكثر مسلسل أو دور راح منك وزعلتي عليه؟ ما بقول دور نقول مسلسل كان مفروض إنك تكونين فيه. مسلسل عماني. مسلسل عماني. مسلسل عماني إيه يعني هو المفروض أول شوف الشخصية ما كانت مكتوبة لغادة بس تمنيت بالفعل بأن هذه أنا أخذها. يعني من كثر ما الفنانة يعني الفنان صراحة وجهت تحية لمياء طارق دورها خطير. هي لمياء مثلت مسلسل عماني. إيه مثلت لما شفت الدور قلت الله الدور أنا بحقي حلو. إيه. بالفعل تمنيت يكون حقي أنا. هو مكتوب لغادة بس تمنيت يكون لي. أنا وايد يعجبني تمثيل الفنانة لمياء طارق كان عندها مسلسل مع الفنان خالد أمين اسمه وبعد. أنا هذا بالنسبة لي من أجمل المسلسلات الرومانسية الكويتية اللي أنا شفتها. إيه لازم تتابعينه وايد قديم بس ألقي نظرة عليه. إن شاء الله. تسمع الكلام. إن شاء الله. لأنه وايد قديم فلتحياتنا حق العزيزة لمياء. أتوقع أنا بعد في مسلسل عماني إذا ما خانتني الذاكرة ما أدري لو صح المعلومة صحيحة أو لا مسلسل عماني حق إبراهيم الزجالي أتوقع لمياء طارق. جرح الزمن لا مو جرح الزمن مو جرح الزمن كويتي كان المغني المقدمة علي بحر بس ما أذكر خلني أكتشف عيل لأن أنا أحب الله يرحم الفنان علي بحر إيه خلاص مسلسل عماني عماني إنزين مسلسل كويتي كان المفروض تكونين فيه وراح منك مسلسل كويتي هو راح مو بسبتنا في احد خذ الدور ما صر من نصيبي اللي هو بنات الثانويه ما صر من نصيبي بس الحمد لله شاركت في بنات الجامعه قولي لنا عن تجربتك في بنات الجامعه نقله نوعيه كبيره في حياه غاده كانت هي كانت الفارقه اللي في حياه نعم. غاده نعم شلون لازلت يعني اصرح بهالموضوع انا تاسست في الدراما العمانيه حلو. من بداياتي حلو. يعني 4 سنين مثلت بعمان لما نيت طلعت بالدراما الكويتية حسيت بأن تعلمت شيء جديد يمكن عاشرت ناس جدد زملاء جدد ثقافة جديدة فاعتبرها نقلة نوعية كبيرة في حياة غادة هل تختلف الدراما العمانية عن الدراما الكويتية؟ مو فرق وايد يعني بالموضوع كله طبعا كل دراما تمثل المجتمع اللي هي فيه اللي بالضبط فيه. إيه دراما العمانية مجتمع العماني دراما الكويتية مجتمع كويتي وحتى خليجي بشكل عام احنا ما نحب نخصص بس دراما تعتبر دراما سواء كان عمانية كويتية خليجية كنا نتشرف نشتغل فيها حبيبتي غادة كم عمرك 33 او كبر بعض صح 88 87 لا انت اكبر مني بكم شهر يمكن صدق انت مواليد شهر 88 16/3 انا 24/6 قريب عيد ميلادي يلا العمر كله لا بنحتفل فيك ان شاء الله وياك يا رب العمر كله يا رب والله يحفظك ان شاء الله كان ببالي سؤال ثاني له علاقه بالعمر وراح من راسي اسال انا قبل لا تفكر بسؤالك طبعا يلا الفن رساله ولا بس شهره وفلوس تشوفين ان كل الاعمال الدراميه اليوم ب 2021 تقدم رسالة؟ ويه عظم الله أجرنا في الفن والله بصراحة عظم الله أجرنا في الفن شلون؟ الفن قبل ما كنا نشوف شوف أنا ما صار لي باع طويل بالفن بس كمتابعة الفن قبل كان رسالة بالفعل واحد يحب يشوفها رسالة فيها معنى فيها مفهوم فيها يعني قضية تطرح في المسلسلات وحل هالقضية الحين أكون صريحة معك دانا أن الفن صار يعني مع احترام الكل بأمانة كوجهة نظر يعني شخصية أحب أني أبدأ فيها صار سوشيال ميديا صار شو صار يعني تجميل صار أن أنا حتى كمتابعة أشوف الممثلة فلانية شنو لابسه المكياج اللي حاطته شنو البراند اللي لابسته هو شنو بالضبط تقصدين في المسلسل ولا بالسوشيال ميديا لا المسلسل أوكي. السوشيال ميديا طبعا تحت غطاء السوشيال ميديا ما في نقاش بس يعني أتكلم عن رسالة أوكي. بالفن أوكي. ما قمنا نشوف هالشيء فئة نادرة ما أقول طبعا كل الأعمال وإنما فئة نادرة أو أعمال يمكن 50 عمل يطلع لي عمل لازال يحمل رسالة من قصة من ممثلين من كاتب من إخراج من ناس تشتغل بضمير تشتغل بالصدق بالمجال هذا فعلاً. والبقية لا عشان كذا دائما أقول عظم الله أجرنا في الفن صحيح والله لا إن شاء الله يعود الفن إلى مكانه الحقيقي وأنتم قاعد تحاولون بشتى الطرق نكون من دراما حقيقية منو نجمة عمان الأولى
انصدمت. من نجمه عمان الاولى؟ اخاف بالغاز الجالي. سكرتي طاحت من الحرارة. بس ما شنو بعرف الموضوع. احنا بنفاصل بعد شوي. لا شوف انا خايف يطيح العقال. قول لي انا شقت من السؤال. طاحوا الكروت. طاحوا الكروت. اول مره تصير حركه على الهواء. قولي لي منو؟ كل نجمه في عمان تعتبر نجمه عمان الاولى. زين مو فخريه خميس؟ فخريه خميس. ام عبد الله فخريه خميس. عندنا شبعه محمد. عندنا امينه عبد الرسول. وايمان محمد علي. ايمان محمد علي. موجوده ولا اعتزلت؟ اتوقع موجوده. يمكن اتجهت الاذاعه نوعا ما. زين ومن الشابات؟ شابات فئه قليله. كتلفزيون بس كمسرح ما شاء الله اسامي. زين ما تشوفين او كما يقال ان نجاح بثينه الرئيسي في الدراما الكويتيه يعتبر حاجز امام اي ممثله عمانيه ان هي تبرز من كثر ما هي يعني شاطره وناجحه؟ لا ما اعتبر انه حاجز، بالعكس بثينه ما شاء الله عليها، طبعا اوجه لها الافتتاحيه، ممثله عمانيه مجتهده جدا. يعني دوم نسولف عنها بانها مجتهده، يعني حطت لها بصمه بالكويت وتسولف كويتي ما شاء الله عليها. يعني تعتبر بنت الكويت خلاص. صح. فبالعكس ما اعتبرها حاجز. بعد في النهايه كل ممثله لها كاريزما، لها حجمها بالدراما. صحيح. فما تعتبر حاجز، بالعكس. نعم احنا الحين عندنا حاجز. يلا اعلاني. اي يلا راح يفصلنا. انا ودانا وياك راح نروح نلعب ونسال بعد. اوكي. وهي تقول لي قبل اللقاء انا خايفه ما شاء الله. والله كنت خايفه وتهبلين واجوبتك وايد حلوه صراحه. الحمد لله احنا نحب نسال اسئله ونشوف جواب حلو. وهم احنا مريحين. انا بعد عندي سؤال لدانا بس عقب الفاصل ان شاء الله. عندي سؤال بعد. ايوه راجع لكم مره ثانيه. يلا. الهدايا والألعاب والمسابقات كلها مع غادة الزجالي ودانا وصالح والاي تي في. شنو سؤالك حق دانا؟ سؤالي حق دانا، دائما هذا اول ظهور لك طبعا بالشاشات في الموسم الرمضاني كمذيعة متألقة وطبعا جدا قريبة من قلوب متابعينك. الحمد لله. والله جد. هل تحسي فيها صعوبة؟ إن أول شيء موسم رمضاني. أي. أمومة كورونا وما أدري شنو، برنامج مباشر طلب فيها حق المتابعين. شوفي غادة صراحة حلو السؤال، شا ما جاوبته الحين على السناب شات. بالنسبة لي أنا نوعي وايد أخطط وقتي. حلو حلو. صالح فاجأني قبل أسبوعين إن دانا قبل أسبوعين من رمضان إن دانا في برنامج. كنت وايد خايفة لأن كان في أمور ثانية بسويها برمضان ولكن تتأجل. حلو. شفت أنها فرصة حلوة والبرنامج ممتع وفي اتصالات وأول وفي ظهور في وسط رمضان. وأول ظهور أول يومين يعني لو كنت بروحي مستحيل أسويها هوا، بس صالح صراحة كان الباك بون يعني. حلو. كان يساندني طول الوقت ويعلمني وياني كذا مرة، دربني شون أتكلم. أول يومين كنت سوبر خايفة. كنت أكيد البرنامج مباشر على الهواء يعني غلطة ألف تعتبر. ما تتخيلين الصدمة اللي كنت عايشة فيها. لا اليوم قمت أقرأ الإعداد قبل نص ساعة. حلو. والله يعني طبيعتك مو عشوائية. لا صالح ولا كسورة من الباجي. يعني طبيعتها مو عشوائية في اختياراتها. الحمد لله. صحيح. فموفقة. وانت بعد لايق الكرت والقعدة ومذيعة. يعني عندك سؤال حقي؟ لا لا تغشمر. أنت؟ لا. كل شيء تعبين عليه ما له داعي نسأل بعض. أنا لا داعي أني أسأل. أنت اسأل عادي، ضيفة عندك أنا اليوم. إنزين نلعب الحين معاش لعبة ما أسمع. يلا. خلينا نشوف الستينج مال ما أسمع. احلى شيء ان ضيفتنا متابعه وحافظه الفقرات. اي لا وعارفه وتحب الفقرات. يعني قاعد تسمعينا لاني انا ما شغل الحين بنحط الاغنيه. بنحط اللعبه. اول شيء هي اسماء فنانات. اوكي خلاص شغلت انا، هي ما قاعد تسمعك. اوكي سكرها بس خلينا نقول فنانات. لا قاعد اسمعها. اوكي ليش الاغنيه هاديه؟ اكون صريحه. لحظه لا بغير الاغنيه، انا كنت بحط لها شيء عماني طلع كله هادي. اوكي الحين اسماء فنانات على ما يشغل الاغنيه. هما أربع فنانات فنبيك تقولي لهم بس خي شغل الأغنية. إيه يلا يلا حين قولي لي ما أسمع. صدمت. إيه. أوكي يلا أول شيء أنت ابتدي. سعاد عبد الله. سعاد عبد الله. ها؟ سعاد عبد الله. أنا شنو فيني شيء غريب؟ زها؟ لا سعاد. سعاد عبد الله. سعاد عبد الله. صح. أوكي صح. أوكي. يلا أنا. هدى حسين. هدى حسين. عافية. أنا عندي مشكلة. أنت قول الاسم الثالث. أسمهان توفيق. ها؟
اسمهان توفيق. اسمهان توفيق. اسمهان توفيق. اي عندي مشكله انا. اوكي. بثينة الرئيسي. بثينة الرئيسي صح. برافو. ما شاء الله ما شاء الله. في شيء ثاني. مسلسلات. امر اخلاء. امر اخلاء. اوكي من غير تأشير. اقبال يوم اقبلت او اقبلت. ايه راحت البنت. والله هذا طويل الاسم. قولها انت. اقبال يوم اقبلت. ها؟ اوكي ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. اقبال. اقبال. مر. اقبال. زين لحظة. غبار. لحظة قلت لي بأكلة براسي. تبولة. 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 صح. اوكي اوكي. بنات الجامعة. بنات. بنات الجامعة. ها ما قاعد تسمعني. يلا شنو؟ اوكي حمص. حمص؟ اي اوكي صادق. لا كلمة سهلة صالح. انزين بعد؟ اي مريم فخر الدين. لا لا وايد صعب. بعد تسوي روحك انك سامعة ما شغل سكت. لا انا هذا اسمعها ماكو اغاني. اي ادري. انا سكت اغاني بشوفها بتعيش الجو ولا لا. خلصت اللعبة. مسكينة توحيك تبي يعني تبين انه لا بس ماكو اغاني عندها امانة ترى. بس احنا يسمعون الاغنية هذه؟ لا لا هم ما يسمعون. بس عارف شلون توتر صالح ترى توتر على فكرة. شنو؟ لان الصوت عالي فقعدت تتوتر. اي واخاف ان صوتي انا يمكن عالي فاسمعها. وايد عالي. اوكي فنبي ناخذ اتصال عيل صالح ولا سؤال؟ لا خلينا نبتدي الحين مع الاتصالات عشان يمدينا الوقت ونلعب مع كل الناس. شمايل شمايل اليوم تفتتح الاتصالات والأسئلة السهلة. شمايل شلونك؟ هلا فيك. شخبارك؟ مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. شنعاد يا شمايل جاهزة؟ اي جاهزة. اوكي أسئلتنا اليوم لها علاقة بضيفتنا الجميلة غادة الزجالي. اوكي يلا عاد خلينا نشوف غادة تساعدك ولا ما تساعدك. السؤال الأول. لا إن شاء الله تساعدني. شنو اسم شخصية غادة الزجالي بمسلسل أمر إخلاء؟ شنو اسمها بمسلسل أمر إخلاء؟ هذا المسلسل اللي محقق نجاح وايد كبير على مستوى الكويت. الحمد لله. أعطيك اختيارات. حلو. أوكي. بشرة ولا بيبي ولا بدرية؟ بشرة. غلط. نعم. خسرتي. لا. بدرية. بدرية. بدريه 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 بدريه. مبروك. الف مبروك حبيبتي شمايل. مبروك شمايل. انا سويت لها كذي على فكره. اي فهي عرفت الجواب. يصير خير مع المتصلين القادمين. ربحتي معنا هديه من اطياب المرشود بالاضافه الى 50 دينار مقدمه من شركه كيوب بوند لحمايه السيارات بالاضافه الى كوبون تروحين تسوين جلسة فيشل ليزر وات ايفر من الدكتورة العزيزة شهندة رضوان بالإضافة إلى شركة الدورة تقدم لك حلويات بقيمة 30 دينار. منو معانا الاتصال الثاني؟ ترى ما نسمع يا كنترول. منو معانا؟ حلو. على بال ما يجهز الاتصال. ريم. ريم اخذ اتصال معاك. ريم. طيب ريم. هلا والله. هلا فيك. مبارك على الشهر. مبارك علينا وعليك. مبارك حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله اليوم شكلك عجيب. يا بعد عمري شكرا. طيب ريم سؤالك هو كم عدد الأحبال الصوتية في جسم الإنسان؟ هل هو 2، 4، أم 6؟ عدد الأحبال الصوتية في جسم الإنسان كم؟ 2، 4، 6. أعطت شياها يا ريم بالتأشير. ستة. غلط. خلاص جاوبت غلط. لا 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 ما لا 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 مجوهرات صغيب وايضا شيل ومشي وعليش بالعافيه. خل اخذ هالاتصال معاي انوار. مرحبا انوار. اهلا مرحبا. شلونك حبيبتي؟ تمام الحمد لله. تمام. طيبه؟
الحمد لله طيبة. يلا نبي نسأل سؤال يخص الضيفة اللي معانا غادة، فالسؤال إن شاء الله يكون سهل وحاولي الإجابة تكون عندك أول ما خلص السؤال لأنه وايد طويل. بعد نجاح مسلسل اسمه بنات الثانوية صار جزء ثاني من المسلسل شاركت فيه الفنانة غادة زجالي وكان نقطة انطلاقها وقبل شوي ذكرته بالمقدمة، شنو كان اسم المسلسل؟ بنات الديرة، بنات الجامعة، بنات أفكاري؟ إن شاء الله بنات الجامعة. عدل، ألف مبروك يا حبيبتي، فزتي معانا هدية مقدمة من براندات زائد كوبون من دكتورة ميسة بقيمة 120 دينار لتنبيت الرموش والحواجب زائد باوتشر من بورا بورا وعليش بالعافية. معانا نورة. نورة هلا. هلا فيش، كل عام وانتي بخير. وانت بخير نورة. بلعب معاك لعبة جديدة اسمها صورة ومعلومة، خلنا اشرح لك اياها على السريع. شخصية مشهورة احنا اخترناها، راح اقول لك بعض المعلومات عنها وانت تسالينا سواء انا او دانا وغادة بعد راح نغششها منه. واحنا بس لنا نقول لك اي او لا لين تجاوبين بدقيقة واحدة. جاهزة؟ جاهزة، بس شيء جديد لازم تساعدوني فيه. راح نساعدك ان شاء الله. تمرين امر يا استاذة نورة، انت بتقولين احنا نسوي، راح نساعدك تربحين. اهم شيء تفوز معانا. شوفي، هو ممثل كويتي كوميدي، عنده موهبة التقليد وعنده أعمال مسرحية ناجحة جدا وعنده عمل في رمضان وقاعد ينعرض على قناة الـ ATV. منو هو؟ نادري داود. صح، ما شاء الله حسين. داود حسين. فنانة دايم وقت معاك يا نورة. فنانة فنانة فنانة. العمل الزين، شنو اسم العمل مال الفنان الكبير داود حسين اللي قاعد ينعرض على قناة الـ ATV؟ أبو شنو؟ نوره. راحت نوره، سكرت اتصال. ابو طار. معانا هدايا حلوه مقدمه حق نوره. نوره ربحتي معانا هديه من براندات بالاضافه الى بوفيه مقدم من المطعم الكويتي الرائع دار جاسم لاربع اشخاص، بالاضافه الى ابلكيشن شي ان الشهير يقدم لك كوبون بقيمه $100. حلو، تاخير اتصال غاده. اوراد معانا. هلا هلا، من معنا؟ وطي صوت التلفزيون. أوراد. أقصر على أوراد؟ أوراد. أوراد. أي. يا هلا أوراد. السلام. عليكم السلام. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك حبيبتي. جاهزة أوراد؟ أي جاهزة. يلا إن شاء الله يكون سؤال سهل. ما هو مقياس سرعة السفن؟ هل هو العقدة، المتر، أم الخطوة؟ مقياس سرعة السفن، العقدة، المتر، الخطوة. أي. شنو الجواب؟ سوي شنو الجواب؟ العقدة. المتر. ها؟ المتر. اي غلط. العقدة. غلط. لا تسمعي صالح، العقدة، المتر، الخطوة. العقدة. صح، جاوبت صح. ألف مبروك يا صالح. ألف مبروك يا أوراد، فزتي معانا من براندات. لا الحين مو براندات، الحين هديتها من أطياب المرشود زائد شركة الدور للحلويات بقيمة 30 دينار زائد بوكس ميك اب من هايلي وعليش بالعافية حبيبتي. منو معانا؟ مرحبا منيرة. أهلين، شلونك حبيبتي؟ تمام؟ الحمد لله تمام بخير. زينة حبيبتي، علينا وعليك. الحين بنلعب لعبة صورة ومعلومة، بعطيك أنا مواصفات الممثلة وأنت لازم تجاوبينها صح. حلو؟ تمام حلو. يحبونها الأطفال، ممثلة من زمان وإلى الآن، عندها مسلسل ذكرناه أنا وصالح مقدمة الحلقة، ملكة بالمسرح والدراما. إذا ما عرفتي سألي دانا أسئلة وهي تقول لك إي أو لا إذا في بالك الممثلة، لأنك إذا ما جاوبتي ما راح تفوزين. لا راح أجاوب إن شاء الله. هدى حسين، ألف مبروك. غششينهم ترى. حبيبتي ألف مبروك، هديتك مقدمة من براندات زائد كوبون من كيوب بوند 50 دينار لحماية السيارات زائد فاوتشر من فلوريجا ب 100 دينار كويتي منتجات البشرة. غادة على هلا فيك. على طاري الهدايا، انت مره جت لك هديه سياره غاليه. اي نعم. من كم سنه؟ 2015. شنو كانت؟ مزرعه سبورت جراند تشيزمو. ان شاء الله. الحين عندك اياها ولا بعتيها؟ لا الحين عندي. من احبها بدون ذكر اسامي. اخاف كان من زوج. لا صالح صالح ما اتفقنا. شفتي الاسئله المخرجه؟ انا قلت انا بس هديه. هديه الحمد لله.
يلا عليك بالعافية. الله يعافيك حبيبتي، تسالين كل خير. معنا منو؟ نادية. الو. هلا وغلا نادية، شلونك؟ هلا والله، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك، تبارك يا رب. نادية، تبين سؤال ولا لعبة الأحرف ولا معلومة وصورة؟ لعبة الأحرف. لعبة الأحرف، أوكي. حرفك حرف ضيفتنا حرف الغين، جاهزة؟ أوكي. بسرعة، جاهزة. اسم ولد. بسرعة. بسرعة. غيد. نعم. غيد. غيد. أوكي. اسم بنت. غادة. غادة. أيوة. إيه. سهل يعني. غير غادة. لا غير غادة، لأن ما عندنا غادة. لا. كثير. اسم بلد أو مدينة. بسرعة. بسرعة. باقي خمس ثواني. أشوف. يلا. أشوف. أشوف صالح. أشوف. شو شو. بلد أو مدينة. أوكي. غانا. غانا. إيه. جماد. كان قدامك. غترة غترة غترة. يلا أوكي. غترة. إيه. نبات. 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 خسرانة خسرانة. أنا قاعد شد حيلة، حرام. خسرانة خسرانة. غار غار قالت غار، قاعد اسمعها بالكنترول. غار بس. مبروك مبروك، ما أطول عليك. مبروك يا نادية، ربحتي معنا جائزة مقدمة من عطورات أطياب المرشود، بالإضافة إلى شركة كيو بوند لحماية السيارات والعوازل. تقدم لك 50 دينار تسوين شي شغلة محتاجتها حق سيارتك، بالإضافة إلى دكتورة ميسة الشهيرة في عمل علاجات للرموش والحواجب، تقدم لك جلسة بقيمة 120 دينار. مرحبا يا ريان. مرحب. هلا والله. شلونك؟ عساك بخير. بخير حبيبتي، وانت بصحه وسلامه. شو رمضان وياك؟ بخير بخير بشوفتكم حبيبتي. بعد قلبي راح العب معاك لعبه الحروف، بس مو حرف الغين لانها وايد صعبه. راح نلعب حرف النون. اوكي ان شاء الله. يلا. اسم ولد. ناصر. ناصر. اسم جماد. نباطه. كان قاعد غشش. نباطة. عشان غشش. نباطة. نباطة. منطقة بالكويت. منطقة. ها؟ نزهة. نقرة. نقرة. نقرة مو منطقة بالكويت، مجمع بس. أوكي. صفة مرتبطة بالذاكرة. صفة مرتبطة بالذاكرة شنو؟ نسيان. نسيان. أيوة. اسم بنت. ناهد. حيوان. نملة. ألف مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك يا ريان، فزتي معانا بهدية مقدمة من أطياب المرشود، زائد من شركة الدورة للحلويات بقيمة 30 دينار، زائد باوتشر من دار جاسم لأربع أشخاص. غادة. هلا. استقرتي بالكويت؟ هذا خبر جديد. أي تصريح؟ ايه شنو؟ خلاص. ايه خلاص، راح استقر بالكويت ان شاء الله، وراح اكون طبعا ما بين الكويت وعمان ان شاء الله. نعم. انت ام شنو؟ ام جاسم. ام جاسم. كم صار عمر جاسم؟ 14. ما شاء الله عليك. ولا مبين. الله يحفظه. جاسم اكيد قاعد يتابعنا. اكيد. ايه ناطر مساعه ومساعه مساعه. نعم حبيبي. الاهل الكرام، ومعاك فجر. اخذي اتصال. فجر. يا فجر. هلا والله. جاهزه؟ مبارك عليكم، ما تبقى من شهر. حبيبي تبارك. حياك الله. بعد قلبك وانت بألف خير. طيب يا فجر، ما هي أصغر قارة بالعالم؟ هل هي أمريكا، أفريقيا، أم أستراليا؟ أصغر قارة بالعالم. أستراليا. ها؟ أستراليا. وانت صح؟ نعم. أيه؟ ألف مبروك. ألف مبروك. نعم. ألف مبروك يا فجر. ربحتي معنا هدية من براندات. أيوة. بالإضافة إلى كيو بوند لحماية السيارات، تقدم لك كوبون بقيمة 50 دينار، بالإضافة إلى مطعم دار جاسم يقدم لك بوفيه لعدد أربع أشخاص، وألفة للبنزين هم يعطيك كوبون مميز تصبين بنزين ببلاش. تستاهل. الحين منو معنا؟ منو أنت تأخذ الاتصال ولا؟ لا ما في فرق. أمينة. أمينة. لا أنا مو أمشي على الدور، فهم؟ فضيعت اليوم على الدور. معنا أمينة. أمينة يا هلا والله. يا هلا فيكم. يا شلونش؟ طيبة. نعم أنتم بخير وتقبلوا طاعتكم. منا ومنك حبيبتي وصالح الأعمال. حيا ضيفتنا النعمان، حياها الله، نورك. الله يحييك حبيبتي. حبيبتي والله، شكرا.
على طاري عمان تعرفين تسوين حلوى عمانيه؟ لا صعبه. صعبه صدق؟ حسيتها سهله. انا احب اكل. لا هي يعني بلا حركه ايد. أوكي. مستمره. اوكي اوكي يا امينه خلينا نبلش بالسؤال. تفضلي. يلا هي لعبه الحروف. حلو. طلعي لنا من كلمه ديوانيه ثلاث كلمات. ديوانيه؟ اي يلا. دينا. شنو شنو؟ دينا. صح. دينا. 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 اوكي. ديوان. 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 صح. صح. ودم. سلعه. ما في دم. ما في دم. وانيت. ما اسمع ايش قالت. الله. وانيت. وانيت. ما هي. لا غلط. وين حرف التاء؟ وان. ما في بلا تاء مربوطه سويناها مفتوحه. دنيا في بعد. دنيا قاعد تشوف دنيا. يا حبيبتي صالح يلا عطها الجائزه. هداياك يا امينه عباره عن 50 دينار من كيوبوند لحمايه السيارات بالاضافه الى مونا نيلز. تقدم لك هديه بقيمه 50 دينار في اي بي تروحين تستمتعين في الصالون وتسوين كل اللي تبينه بالاضافه الى كوبون من شيل ومشي وكوبون من بورا بورا. ومعانا نوره. نوره هلا والله. هلا وغلا. اخبارك؟ الحمد لله تمام. جاهزه طاعتكم. منا ومنك. الله يسلمك. قاعده منوره الشاشه حبيبتي. بنورك. بنورك حبيبتي. شكرا حبيبتي. يلا بنلعب لعبه الحروف وبختار لك ايضا حرف الغ الغين. زين. وتساعدك غاده. اوكي يلا اعطيني اسم دام قادم موجوده راح افوز ان شاء الله. ان شاء الله ما حد خسران مع الاسف. ان شاء الله اكيد. يلا حيوان بحرف الغين. يلا. غزال. غزال. اسم ممثله غير غاده الزجالي. يا ويلي منو؟ غاده عبد الرازق. لا ابي كويتيه. لا عاد غدير السبتي. غدير السبتي. اسم ممثل كويتي متوفي الله يرحمه. غانم صالح الله يرحمه. الله يرحمه. نوع من العزايم يصير برمضان احنا الحين محرومين أبقى. منها. ابقى. صفه سيئه جدا بحرف الغين. الغرور. غبار. صح. صح. غرور او غباء. مكان يتميز بكثره الاشجار. يلا كثره الاشجار. غابه. غابه. الف مبروك. الف مبروك. تسال هديه حلوه بعد. تستاهل تستاهل. هدايا البرنامج المميزة. شنو بتربحين معنا؟ راح تربحين معنا كيوبوند لحماية السيارات بقيمة 50 دينار بالإضافة إلى كوبون من شيل ومشي بالإضافة إلى عطر من آيار بالإضافة إلى شنو نعطيها بعد؟ وبورا بورا. بورا بورا. حلوة الهدايا. أي والله. وحلو وجود غادة اليوم معنا. شكرا. تدرين إن الوقت خلص؟ يبغاك خلطنا بسرعه يمشي. ودي وفيني فضول كلها ساعه. اي والله والله العظيم. اذا نبي بكلمه واحده شنو تقولين؟ ايه؟ التالي. ايه؟ شنو اللي فرق بغاده قبل وبعد؟ بقول لك انا. طيب اوكي. الزواج. كان تجربه ويعني الحمد لله. ممكن تتكرر اذا الله كتب. اذا لما صرتي ام. اذا ما صرت ام. لما صرتي ام. لما صرت ام. مسؤوليه حلوه التجميل. طبعا اتوقع دانا راح تأيدني بالراي. فمثل شمية بالمية. اي مسؤولية جدا حلوة. التجميل. التجميل مع وضد في حال لو طلب الموضوع. انت سويتي؟ لا اشياء تجميلية عادية بوتوكس فيلر. الشهرة. سلبية. ازمة كورونا. دمرتنا. صدق دمرتنا. المشاركة باعمال كويتية. نحبه. الله الله عليها. الله احنا نحبك بعد. بعد عمري. جميلتنا الفنانة الجميلة غادة الزجالي. احنا خلص التايم معنا. خلص الوقت. خلص الوقت. وإنما طبعا تجدد لقائنا مرة ثانية اكيد. ان شاء الله. سواء كان بالبرامج او حتى طبعا خارج نطاق البرامج في لقاءات بين ان شاء الله انا ودانا وصالح. يا رب. تعال احنا ما راح نهدك من غير ما تتكلمين معنا بدوي. والله نبي تشيلي تقولي لنا كلام. نفس امر اخلاق. نبي نفس امر اخلاق. امر اخلاق كنت تقيد بالنص عشان كنت اخاف ان اطلع برا النص. انت اليوم اللي راح تختمي لنا الحلقه فختميها بطريقتك. لا بختمها بالعماني بس بقول مثلا بالبدو. اخاف تطلع كلمه غلط بس ان شاء الله. يعني اجتهد فيها شوي. ممكن اقول
اسمعيني يا دانا، لا عاد اشوف وجه الرجال قدامك مره ثانيه. لا مع الاسف راح تشوفه دائما لنهايه رمضان. الله يحفظك يا غاده، ونستينا وضحكتينا وضيفه خفيفه ولطيفه، ووايد استمتعنا بحضورك صراحه. حبيبتي على راسي. والله شكرا، شكرا على الاستضافه الجميله هذه. وخلص الوقت، خلص الوقت وما دردشنا واجد، ما سولفنا واجد. طبعا تحياتي لك، واليوم انا بختم الحلقه. يلا يلا خلاص، معاكم حبايبي مشاهدينا الكرام، نجدد لقائنا مره ثانيه ان شاء الله بكره الساعه 12 على قناه اي تي في. تحياتي لكم غازي الجالي، مع السلامه.